الذي اشترب للذي طبل ومجد وللملوك والسلاطين تهجد للذي سمع فردد وغيب عقله وما تردد للذي تعلم الخنوع والخضوع للذي تعلم الخنوع والخضوع الذي اقترب للذي طبل ومجد وللملوك والسلاطين تهجد للذي سمع فردد وغيب عقله وما تردد للذي تعلم الخنوع والخضوع ونسي أن لغير الله لا ركوع للذي يكنز أموالا وأمة تجوع فخانها بلا رجوع للذي يحرم الفنون والغناء ويحل في أذهاننا استعباد النساء يحل في أذهاننا اغتصاب النساء ويزعم أن الظلم ابتلاء وحقوق الإنسان كفر ورياء للذي رضي بأمة من فكت عن الحدار للذي رضي بأمة تدجن الأفكار فتزعم أن الفلاسفة كفار للذي حصر وجداننا بجملة من الأقفال للذي كبل عقولنا بوابل من الأغلال وحصر حياتنا في الحرام والحلال وعلمنا الوقوف على الأطلال وحتى لذلك المواطن البسيط الذي لم يكرع لا معجما ولا وسيط ولم يكن له صدى وسيط أين ذهب علم ابن سينا؟ أما كان ابن الجذار فينا؟ أما كان عندنا الجاحظ المعري؟ يا أمة إن حضرت ولم تكر أين علماؤنا؟ أين علامنا يا أمة أجهضت أحلامنا؟ حتى متى سنتفاخر بأمجاد أجدادنا؟ ماذا سنقول إذا سألنا أولادنا؟ إذا سألنا أحفاظنا ما كانت هي أمجادنا؟ أو لماذا هي وطيعة أوطاننا؟ أو لماذا تراجعت الحضارة في زماننا؟ وكيف نصينا صبرا وشتيلا؟ ورضينا أن ينكلوا بنا تنكيلا؟ وكيف نصيناها فلسطين؟ ونشاهد المجازر من خلف التلفاز هادئين وهم يحرقون أطفالنا يغتصبون نساءنا يقتلون رجالنا أحينها سنمأمن ثم نعلق الفشل على الظروف أم سنقول تقهقرنا لأن الحروب ما عادت بالسيوف أم سنعود مثلكم إلى الأمجاد والأجداد يا نعجة تتباهى بنية الحروف معذرة يا أمتي إذا كنت صليط اللسان معذرة إذا تطاولت على مجتمع الخرفان ولكن هذه هي حقيقة أمة قد غيبت قيمة الإنسان ولا أنتظر إجابة فتساؤلاتي من البداية بلا عنوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is Arif Hassan. For latest updates, to follow us on Facebook, Twitter, and also subscribe to our YouTube channel as well. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فتساؤلاتي من البداية بلا عنوان شكرا.